ويمكن الاعتماد عليها وتقف دفاعا عن الحرية. نقف مع الحلفاء، لا نتخلى عن أي أحد أمام بوتين. دعونا نتوحد لهذا السبب. الولايات المتحدة دعت للتحالف 50 دولة تدعم أوكرانيا. قمنا بالمطالبة بتوسيع الناتو ونعمل من أجل ذلك. لقد علق عن ذلك بأن دعم هذا القرار يدعم بوتين، ولكن معارضته سوف تقف أمام بوتين، وبالتالي هذا يتجاوز أوكرانيا. نحن نريد وقف الشهية للسلطة لدى بوتين، نريد أن نحد من سلطاته ونفوذه على أوكرانيا. ندعو الشركاء والحلفاء الجمهوريون في الكونغرس يعتقدون أنهم يستطيعون تمويل أوكرانيا بهذا الطريق. التاريخ يشاهدكم. هذا الفشل أمام أوكرانيا لن ينسى على الإطلاق في التاريخ. أريد أن أكون واضح في هذا الأمر. إننا ندعم الشعب الأمريكي. هذا القرار يرسل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، ينفق الأموال هنا في الولايات المتحدة، في أريزونا حيث ندفع من أجل الصواريخ، ألاباما من أجل الصواريخ، بنسلفانيا، أوهايو، تكساس وغيرها من الولايات. نقدم هذه الأسلحة والذخائر لأوكرانيا، ننفق الأموال في هذه الأسلحة والذخائر هنا في الولايات المتحدة، والتي تم تصنيعها من قبل العمال الأمريكيين، وتوفير فرص عمل، ويسمح لنا بالحفاظ على قدرتنا للدفاع الذاتية. هذا القرار من بين الأولويات أيضا في الشرق الأوسط. سوف نواصل الدفاع ضد الهجمات الميليشيات التي تدعمها إيران. نقدم لإسرائيل ما تحتاج للدفاع عن شعبها ضد حماس وحزب الله وغيره. نقدم مساعدات إنسانية لحفظ الأرواح للشعب الفلسطيني والحاجات الضرورية، الغذاء والمياه والمأوى. هم يحتاجون إلى المساعدة، وبالتالي هناك حاجة للتمويل أيضا للأمن القومي في آسيا. نحن لا ينبغي أن نتخلى عن تحديات الأمن القومي تحديدا، وأن نتحمل هذه المسؤولية. نحن دولة عظيمة، العالم ينظر إلينا، ونحن نعمل من أجل الحفاظ على الأمن القومي للولايات المتحدة. ومؤخرا هذه المصالح أصبحت على المحك، كما أشار الرئيس السابق بأن هذه ضرورة بالنسبة للولايات المتحدة. وتلقى ترامب دعوة من بوتين لأن يقوم بانتقاد الناتو، وإذا لم يتم إنفاق هذه الأموال على هذا التحالف فسوف تفعل روسيا ما تريد. تخيلوا رئيس سابق للولايات المتحدة يقول ذلك، العالم كله سمع كل ذلك وما يعنيه. التاريخ سوف يسجل ذلك، الوقوف أمام الدكتاتورية الروسية. أنا لن أتوقف عن دعم الشعب الأمريكي والمواصلة في هذه الجهود. عندما نقوم بالتزام نحن نفي بهذا الالتزام. دونالد ترامب يمثل عبء عندما ينظر إلى ناتو. هو لا ينظر إليه على أنه تحالف يحمي الولايات المتحدة والعالم، ولكنه ينظر إليه على أنه عبء. يعلم بأن الناتو يدعم المبادئ الأساسية للحرية والأمن والسيادة القومية. هذه الأمور لا تهم ترامب، كل الأمور بالنسبة له صفقات. هو لا يهتم بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا. علينا أن نذكر أنفسنا وترامب وهؤلاء الذين يبتعدون عن الناتو. المادة الخامسة هذا في تاريخ الناتو، لفهم أن الولايات المتحدة قد تعرضت للهجوم في 11 سبتمبر، ولا ينبغي أن ننسى ذلك. إذا ما حدثت انشقاقات في هذا التحالف، هذا الأمر يضر بالأمن القومي ويؤثر على الشراكة في إطار الناتو. أريد أن أطمئنكم بأننا عندما سمعنا ما قاله ترامب انتبهنا الشعور. أنا أعلم بأنني لن أبتعد، لا يمكن أن أتخيل
أي رئيس في مكاني أن يبتعد عن هذا المنصب. بوتين ينتقد الناتو، وإذا ما حدث هجوم هذا يؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة. وقد قلت ذلك من قبل، إن دولتنا تقف في منطقة حرجة. القرارات التي نتخذها الآن سوف تحدد مستقبلنا لعقود مستقبلية. هذه لحظات حاسمة، وأقول لأعضاء المجلس الجمهوريون، عليكم أن تقرروا من أجل الحرية. سوف نقف إلى جانب أوكرانيا ضد بوتين، سوف نقف إلى جانب الشعب الأمريكي وليس إلى جانب ترامب. على الديمقراطيين والجمهوريين أن يرسلوا رسالة للعالم ككل، على المجلس أن يؤدي نفس الأمر وأن يتم إقرار هذا المشروع من أجل الديمقراطية، من أجل الأمن، ومن أجل أمن الشعب الأمريكي. سوف يسجل التاريخ كل ذلك في هذه اللحظات الحاسمة. سوف نتذكر الولايات المتحدة، العالم ينظر إلينا في هذه اللحظات الحاسمة. ليس هناك ما يفوق قدراتنا، علينا أن نتصرف بشكل موحد، وعلينا أن نتعاون مع الحلفاء في الناتو. أدعو الرب أن يبارك في جهودكم ويبارك في هذا البلد.